عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات حمدي وفاء. وده عقاب تحدي كنتاكي اللي حمدي وفاء كسبوا فيه، وانت قلتوا حكمتوا ان احنا اللي كسبنا. النهاردة الفيديو ده لازم ياخد لايكات كتير جدا، عشان انتوا زي ما شايفين بهدلة. هما خسروا، اللي يخسر يستحمل. اللي يخسر يستحمل. النهاردة ده تحدي يدي مو يدي، و طبعا انا هعاقب محمود ولا هعاقب سهر. النهاردة المفروض ان احنا نعمل روتين قبل التصوير. احنا قبل التصوير بنعمل ايه علشان نطلع قدام الكاميرا عشان تشوفونا؟ ففي شوية حاجات بنعملها قبل ما بنطلع قدام الكاميرا. اولها واهم حاجة طبعا ان انا لازم احلق دقني. لازم دقني تبقى بتلمع ومية مية زي ما انتوا شايفين كده، ايه كلها شعر وحاجات. فلازم طبعا ايه نضاف، وانا لازم احط الميك اب بتاعي والكحل واظبط نفسي طبعا بتاعي. لازم تروقي نفسك. فانا بالنسبه لي هبدا، يلا يا وفاء عشان ورانا تصوير بسرعه. يلا اول حاجه، انا مش شايف. انا اول حاجه ببدا بيها الرميه، لازم اظبط عيني واحط اللون طبعا اللي يليق مع الحاجه اللي لابسها. انا بحب استخدم ايدي وما بحبش استخدم فرش. بغمض عيني كده واروح في الميه. انا احط ايه اول حاجه؟ المعجون كده اهو. كده طبعا برسمها ايه، ميك اب ارتست. والمعجون طبعا لازم طبعا يكون بيرخي جامد. ولازم جامد جامد جامد، عشان هو بس ايه الفرشه ساعات بتبقى خشنه شويه. مش مشكله، نستحمل عادي. ليه؟ عشان احنا خسرنا، لازم نستحمل. لازم نستحمل طبعا. زي ما انتم شايفين لون العين بقى تحفه. لو حابه تحطي لونين برضك عادي. اتضايقك نعمل ايه؟ مش قادره ترخي حالي قبل ما اتضرب. حطينا كده زي ما انتم شايفين، حطينا معجون الحلاقه. لازم طبعا نشوف المكنه. المكنه ايه؟ طب الروش ايه؟ مش عارف تسلم نفسك بقى كده وسلم لي ايه؟ دقنك. الروش بقى، انا استاذه في رسم الروش. عايز تسالك طويله ولا قصيره؟ انا بحبها ايه؟ فين؟ طويله. اهم حاجه سبعه. اه؟ لا بجد؟ تستم الشفه اللي تحت القهوه. وبعد كده تروحي ماسكه الشفه اللي فوق ومحدده. مين اللي مخترع العقاب ده؟ بس اهم شيء تحدفي اطراف الشفايف كده بالشكل ده. بس كده ظبطنا الروج بقى 100 100 زي ما انتم شايفين. اهم شيء الروج، ظبطت الروج خلاص كل حاجه كده معاك اتظبطت. حلوه كده؟ ده من الشرب؟ لا سيب الشرب، انا بحب الشرب. انا بحب الشرب. بالنسبه بقى لمورد الخدود رجاجو، معاك ميه يا وفاء؟ انا نسيت اجيب ميه يا وفاء. معاك ميه؟ خد بيبسي. لا لا بيبسي لا، اهو ميه اهي. نشطب بميه. متاكد ان ده موارد خضار؟ عشان بس ايه؟ لازم دقني تكون نضيفه وتلمع 100 100. بس كده. انت طويل ليه؟ مش طويل. خلاص كده يعني؟ نقعد عقله. ماشي حلو كده، معاكي مناديل وفاء يا صح؟ يا بنتي ده خدود. شفت الميك اب لفت نظري. ممكن يا وفاء تناولي مناديل؟ منظري؟ طيب مناديل. منظري منظري. طبعا لازم نريح نفسنا شويه ونشرب حاجه تهدي اعصابنا. اه والنبي وفاء فعلا تعبت. الازازه وقعت. وقعت. بس لاحظ انها وقعت. اروح اجيبها لك؟ ازازه ايه؟ فين؟ الحاجه الساقعه. فين؟ تعالي. وقعت وقعت في الارض. مش هنعرف نجيب. مش هتعرف رجلي كسر. استنى انا اجيبها لك انا. اجيبها لك انا. مش هتعرف. هتعرفي؟ تمت المهمه بنجاح. هات بقى وصب لنا والنبي حاجه ساقعه. صب لنا والنبي احسن. انا مش عايز. لازم تعدي عصابك بحاجه ساقعه. لا لا كفايه منظر الميك اب. بس اشرب. انت كده متاكده ان ده ميك اب كامل؟ ريقك. بس كفايه يا عم. الله. وقي وقي. الله. استحمى ولا بتشربي؟ عايزه تاني؟ لا لا خلاص. بعد ما حلقتي دقني طبعا اهم حاجه لازم الشعر. الشعر يكون متسبسب و100 100 عشان نطلع شكلنا جمال قدام الكاميرا. لازم. هنعمل ايه؟ لا لا والله. احط جل. جل كريم. جل. ده جل شعر. والله حاجه كويسه. يا نهار ابيض، مش قادره اقول لك على الميك اب. شعر يا حبيبي. الله. ينفع كده يا ابني؟ كده الواحد يطلع قدام الكاميرا ايه فريش كده ومنعنش. لا لا اشرب تاني. ايه
اعدلي القرص، اعدلي القرصه الاملا بصه. ها لا دنيا لوك جميل جامد. لا خلاص كفايه بقى ميك اب قد ايه. جميل. ها هنظبط العين ايه بين امامير. الحاجب ده بقى بنحكي شويه نعدله، نعمل له فتله يا بنتي. ازاي هنجيب محدد الحواجب؟ كده انا بقيت 100 100 وفله. خلاص يلا يا فاعل ده تصوير. عايز امسح مناخيري، عايز امسح مناخيري، عايز امسح مناخيري بس خلاص. ممكن اشرب، ممكن اشرب حاجه ساقعه، ممكن اشرب حاجه ساقعه. كده احنا جاهزين علشان نبدا تصوير. يلا يا وفاء ليكي نفسك تشربي. يلا كده احنا خلصنا وكده احنا جاهزين للتصوير علشان خاطر نطلع نعمل تحدي قوي جدا. دي اخره اللي يقع في ايديه. اه ناخد حقنا يا حاجه. حاجه الحاجة خلصي. واستنونا في تحديات تانية كتير علشان خاطر ناخد حقنا ان احنا اتبهدلنا زي ما انتم شايفين. فلازم طبعا نكسب التحدي الجاي ايا كان ايه هو التحدي، لازم نكسب ونحط لايك كتير جدا للفيديو ده. اولها اولها عشان تبي تكسبي. ده لو وقعنا تحدي ده افرمونا. شو ما عملوا يدي ويدي نعمل لهم احنا بقى رجلي ويا رجلي. رجلي ورجلي. يلا شوفكم ان شاء الله على خير. الريتم بتاعي يكون عجبكم والميك اب اللي انا حطيته يكون عجبكم. لا ما زال امر والله يا وفاء. انت ايه رايك فيا؟ لا حاجه 100 100. بصي ميك اب بعد كده ما فيش. شفت تسريحه احمد هندي؟ يلا مع السلامه، مع السلامه.